يقول أذنبت ذنبا أتوب منه ثم أعود إليه، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يوجهك إلى التوبة النصوح التي من شروطها أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب، فأعزم على أن لا تعود إلى الذنب ويعينك الله سبحانه وتعالى. ولكن لو قدر أنك عدت إلى الذنب بحكم نفسك الأمارة بسوء وتزيين الشيطان فلا تيأس من التوبة، توب إلى الله عز وجل وكرر التوبة، كل ما أذنبت فتوب إلى الله توبة صحيحة، الله يتوب على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جزاكم الله خيرا. ألاحظ الشيخ صالح أنه يقول إنني أحلف بالله على ألا أعود فأعود، ما كفارة اليمين وبماذا توجهونني؟ إذا حلف بالله ألا يعود ثم عاد فإنه تلزمه الكفارة، إذا عاد مختارا، إذا عاد إلى ذلك مختارا ذاكرا ليمين فإنه يكون عليه الكفارة، كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كفتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.